صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم. لبديكم يوم جديد وجولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. إن الحدث أصدق من البصر وأدق من السمع، إن الحدث لسان ووشوشة الروح، فهل تعتمدون على الحدث كثيرا؟ خليكم يا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. صباح الخير. صباح النور. إن شاء الله بخير. بعد روح. هل تؤمن بالحدث كثيرا؟ ليس كثيرا، ولكن نسبة قليلة، نسبتها تقريبا 25%. الحدث مرات دائما يصدق لو أنه في بعض الأحيان يكذب؟ غالبا يصدق، والأكثر كاذب. أنت كشخصيا تعتمد عليه لو أنه مخليه فد، أنه فد مجرد حدث يصير؟ مجرد حدث لا أؤمن به، ولكن في نسب قليلة. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. الله بخير. الحمد لله بخير. الله يحفظك. الله يخليك. هم تعتمد على الحدث؟ اي نعم، غالبا ان اعتمد على الحدث، والتنبؤ بالاحداث الجايه هم ممكن يفيدنا احيانا، غالبا ما يفيدنا، نستفاد منه بالحاسه الساسه. نعم. هل الحدث دائما يصدق؟ لا مو دائما، احيانا بالنسبه الى اغلب الاحيان يصدق، لكن احيانا لا ما يصدق. انت كشخصيا تعتمد عليه اعتماد رئيسي لو تخليه انه فشي ثانوي، انه تخليه فد، انه مجرد فد حدث يصير لك؟ ما نقدر نعتمد عليه اعتماد كله. نعم ممكن حاسه ساسه نخليها يعني موضوع ثانوي، ما اقدر انا اعتمد عليها بصوره رئيسيه. مرات الحدث يكذب؟ اي نعم يكذب، لانه مو كل مره يكون صادق. بالضبط بالضبط، مو كل مره صح. حدثك لا يخطئ، والغرائز الداخلية التي لديك ما وجدت عبثاً. هذه طريقة جسدك لإخبارك بشيء ما سيحدث، لا تجازف بتجاهله. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم، وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء.